هذه الأسواق كانت قلب القدس التجاري، واليوم جفت الدماء في أزقتها. اضطر وحيد إلى إغلاق محله التجاري في سوق الخواجات ويحتفظ بمحله في سوق العطارين. يقول إن الوضع يزداد سوءا من الناحية الاقتصادية عاما بعد عام. لما قامت السلطات الإسرائيلية ببناء الجدار حوالين مدينة القدس، بطلوا أهل القرى المحيطة بالقدس يوصلوا إلى مدينة القدس. جدار الفصل العنصري الذي بنته سلطات الاحتلال في الضفة الغربية أضر بالوضع التجاري في القدس وعزلها عن محيطها وزبائنها في الضفة الغربية. سياسات أمنية إسرائيلية وقيود للحركة فرضتها على أبواب البلدة القديمة، وحواجز شرطية تعتدي على المواطنين وتفتشهم، خاصة الشبان منهم. ظروف أدت بحسب لجنة تجار المدينة إلى إغلاق أكثر من ربع محال البلدة القديمة. يعني البلدة القديمة تتعرض إلى فرض الضرائب الباهظة أولاً، منع وصول القوة الشرائية إلى البلدة القديمة ثانياً. الإجراءات الإسرائيلية طالت أيضاً القطاع السياحي، فالتجار المقدسيون يؤكدون أن سياسات الاحتلال تشجع السياح على الشراء من المناطق الإسرائيلية، إضافة إلى أنها أحاطت البلدة القديمة بمجمعات تجارية إسرائيلية. محال تجارية أغلقت أبوابها ولم تستطع الصمود أكثر داخل البلدة القديمة بسبب تراكم الضرائب والإجراءات الإسرائيلية. فهنا يقول التجار إن الاحتلال معني بتدمير البلدة القديمة من الناحية التجارية، وذلك لدفعهم إلى الإغلاق. أحمد جرادات، العربي، القدس.